حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال إني أحبك، فرددها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى، لأن السيل إذا كان له منتهى وهو جاء من مرتفع يكون مسرعا، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا العلامة في محبة الرسول أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان للرسول أتبع فهو له أحب، وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل.